سيد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب. سيد الفاضل، كنا تحدثنا في السابق عن أزمة النشر، كيف رصدت وكيف عولجت وكيف يبدو الأمر في معرض الكتاب لهذا العام؟ مساء الخير. أولا، هو صناعة النشر في العالم العربي ليست صناعة قوية كي نطلق عليها أنها صناعة، لأن كل الحكومات العربية لم تعترف بأن النشر صناعة. لو كان في اعتراف بها كان هذه الصناعة كلها دعم كبير ومساندة. صناعة النشر عندها كانت مشاكل قبل جائحة كورونا، مشاكل جامة كبيرة، يعني لو عدنا فرضناها عندنا عادة القراءة ليست بالعادة الأصيلة لدى المواطن العربي، عندنا الأمية ما زالت موجودة، عندنا الاعتداء على الملكية الفكرية، عندنا موضوع الرقابة الشديدة، عندنا يعني دكتور، يا فكرة الاعتداء على الملكية الفكرية هي آفة عربية أم أزمة عالمية؟ هو بالنسبة لنا احنا زادت هي موجودة في العالم كله، بس في العالم المتقدم هناك قوانين صارمة، وده اللي احنا بنطالب. لكن انا ممكن اخد مثال، انا بتكلم كرئيس اتحاد الناشئين العرب، يعني بتكلم على الدول العربية كلها. الدول العربية كلها مشاكلها واحدة بالنسبة للناشئ، دي آفة موجودة بس في عالمنا بشكل متزايد جدا، لأن مفيش وعي لدى المواطن لأهمية احترام الملكية الفكرية، وإن الملكية الفكرية دي ممكن تزيد من عائد الدخل القومي لو أحسن استخدامها. في الدول المتقدمة في قوانين صارمة، وكمان في أهم من كده في وعي عند المواطن لأهمية احترام الملكية الفكرية، ودي من أكبر الآفات اللي هي بتؤثر على صناعة النشر. وربما هذه الصناعة يعني تتوقف بسبب في قرصنة ورقية وفي قرصنة موجودة على الإنترنت. اعتداء على الكتاب الورقي حدث ولا حرج، لا إذا تجولت في مش بس في مصر، في معظم الدول العربية اللي هي ليست لديها قوانين صارمة، في بعض الدول في الخليج لديها قوانين صارمة، بيكون من النادر تجد كتاب مدون، لكن في بعض الدول القوانين لا تتناسب مع حجم الجرم. يكفي أنا ممكن أقول لك إن في مصر مثلا إذا كان هناك اعتداء على الملكية الفكرية، لو أنت عامل موسوعة تكلفات 1,000,000 جنيه ممكن تلاقي الحكم مكتوب في الآخر 5,000 جنيه، وإذا عادي ب 10,000 جنيه. طبعا لا يصح. نحن يعني من خلال حتى اتحاد ناشئين مصر، أنا رئيس سابق اتحاد ناشئين مصر، قدمت تغليظ العقوبة على أساس يتساوى الجرم مع الجزاء اللي هو يوقع عليه، ودي آفة كبيرة جدا. لكن أهم حاجة الحمد لله إن السيد الرئيس الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في شهر سبتمبر، واللي هي بتقوم على 4 محاور. المحور الأولاني إعادة النظر في التشريعات اللي موجودة واستحداث تشريعات لتحد من هذه الظاهرة. الشيء الثاني أو المحور الثاني هي أن يكون هناك جهة واحدة موحدة للملكية الفكرية، لأن يوجد تنازع ما بين عدة جهات وعدة وزارات في موضوع الملكية الفكرية. حاجة ثالثة أن ممكن أن هذه الملكية الفكرية إذا تم الحفاظ عليها يكون في ليها مرضية اقتصادي كبير. أهم حاجة اللي هو المحور الرابع، ودي مسؤولية الإعلام بشكل كبير، اللي هو بس الوعي لدى المواطنين بأهمية احترام الملكية الفكرية. سيد رشاد، تعلم أننا على الأقل في موضع الحديث عن معرض الكتاب، ولكنني أتذكر نقاشا سابقا عن ذات الموضوع فأردت البداية بخصوصي، ولكن فيما يتعلق بمعرض الكتاب، نحن نتحدث عن 1047 نشرا مصريا عربيا وأجنبيا. هل لك أن تصف لي هذه المشاركة، شكل هذه المشاركة، حجم الكتب فيما يدور في هذا المعرض باعتباره أحد أقدم معارض الكتاب في منطقة الشرق الأوسط؟ هو معرض القاهرة الدولي يعتبر أيقونة المعارض في المنطقة، ومعرض القاهرة الدولي يتميز بميزة ربما تختلف عن المعارض الأخرى، لأن معرض القاهرة هو الأقدم الذي تم إطلاقه في عام 1969، أن كل صناع الناشئ يكونوا متواجدين في معرض القاهرة، حتى إذا كان ليس لديهم أجنحة زي الناشئين يتواجد فيها الناشرين والكتاب والمفكرين والفنانين ومصممين الكتب، ويتواجد فيه أيضا أصحاب المطابع ومستوردي الورق. ودي ميزة مهمة جدا أن يكون صناع الناشئ كلهم موجودين في هذا البلد. ومعرض القاهرة الدولي له شكل آخر وله أيقونة زي ما قلت للمعارض العربية. المشاركة السنة دي اللي هو 1047 على أساس أنه من بيتا وفي 51 دولة مشاركة من الدول غير الدول العربية ودول أجنبية ودول أفريقية موجودة.
شركة الناشر العربي من خارج مصر طبعا المصريين العرب، لكن احنا بنتكلم على الناشرين العرب اللي هم من خارج مصر. السنة دي عددهم زاد عن العام الماضي ووصل أكثر من 250 ناشر، ورغم كانوا مسجلين في الاشتراك في المعرض، وحتى لما حدث تعويم الجنيه وتغير سعر الصرف لم يعتذر أي ناشر. هناك طبعا لأنه في ارتباط وثيق مع القاهرة الدولي، كل الناشرين المصريين بيحاول إن هو ينتج أهم الأعمال عن تدابير على تكون صادرة أثناء المعرض. حتى الناشر العربي نفس الشيء، إن هو بيحاول يكون الجديد موجود في معرض القاهرة الدولي. طبعا معرض القاهرة الدولي لما اتنقل إلى منطقة التجمع الخامس كان نقلة حضارية تليق باسم مصر. هذا المعرض ليس كما دائما أردد، لا ليس معرض اتحاد باسم المصريين أو وزارة الثقافة أو هيئة الكتاب، هو معرض مصر، لأن هو أكبر حدث سياسي وثقافي واجتماعي وسياسي بيتم على أرض الواقع واقتصادي بيتم في مصر. ده مهم جدا بالنسبة لي. عدد طبعا في دول أجنبية كان الأول تراجع تواجدها، لكن في بداية المعرض لما أنشئ سنة 1969 كان هناك مشاركة كبيرة من دول النشر الأجنبية، ثم تراجع هذا، لكن في السنوات الأخيرة بعد النقلة الحضارية بدأ النشرون الأجانب يتواجدوا في المعرض. وهناك برضه في نفس الشيء اهتمام من النشر العربي، ويقدم خصومات عالية جدا تبدأ من 25 إلى 50 و60% لتخفيف العبء عن القارئ. وكان هذا هو موطن سؤالي القادم، هل أصاب الكتاب ما أصاب الغذاء؟ يكفي أن أقول لحضرتك أكبر صناعة تعرضت للسلبيات جراء جائحة الكورونا هي كانت صناعة النشر، ثم أتت الحرب الأوكرانية الروسية اللي هي أثرت على سلاسل الإنتاجات، فارتفع أسعار مستلزمات إنتاج الكتاب، خاصة أن العالم العربي لا ينتج مستلزمات الكتاب في البلاد العربية. ويكفي أن أنا أقول لحضرتك أن الورق ارتفع اللي بيمثل 65% من تكلفة الكتاب وصل إلى في مصر إلى 3 أضعاف، وبعض البلدان العربية ضعفين وضعفين ونصف. شاكر لك من القاهرة السيد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إذ كنت معنا عبر الهاتف. شكرا يا سيدي.